بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، كيف تقوي ذاكرتك بتلاوة سورة الأعلى وآيات محددة فيها؟ الحقيقة هذه السورة العظيمة أنزلها الله على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنزلها عليه ليثبته في الحفظ وليقوي ذاكرته في حفظ القرآن. وكما تعلمون من أصعب الأشياء حقيقة حفظ القرآن، على الرغم من أن أسهل عمل هو حفظ القرآن، يعني هو السهل الممتنع، فهو صعب جدا على إنسان بعيد عن القرآن. ولكن من يقترب من القرآن ويضع القرآن في أول اهتماماته سيكون حفظ القرآن سهلا جدا. الحقيقة انتبهوا أحبتي في الله، هذه السورة العظيمة بدأت بالتسبيح، ونحن نعلم أن أساس الذاكرة عدم النسيان. كيف تعمل الذاكرة؟ عندما تستحضر هذه المعلومات ولا تنساها، وبالتالي تمتلك ذاكرة قوية عندما تستطيع أن تتذكر. فإذا زاد نسيانك كثيرا فأنت تمتلك ذاكرة ضعيفة. طيب، الله عز وجل قال لحبيبه عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك إذا نسيت، صلى الله عليه وسلم. إذن عندما ينسى الإنسان يجب أن يذكر الله عز وجل، مثلا يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، يقرأ أي شيء من القرآن يستطيع أن يقوي الذاكرة. واذكر ربك إذا نسيت، كأن القرآن يريد أن يعطيك رسالة أخي الحبيب، أنك لعلاج النسيان ولتنشيط الذاكرة اقرأ القرآن أو أكثر من ذكر الله. طيب، هذه السورة، سورة الأعلى، بدأت بالتسبيح، فعل أمر، وهي آخر سورة تبدأ بالتسبيح من القرآن. هناك سبع سور في القرآن بدأت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه السورة آخر سورة بدأت بالتسبيح بفعل الأمر: سبح اسم ربك الأعلى. فإذا أنت عندما تقرأ هذه السورة أنت تذكر الله، وبالتالي تطبق الآية في سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت. طيب، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، دقق معي على معاني هذه الآيات. نحن كثيرا ما نقرأ القرآن ولكن لا ننتبه للهدف والمغزى من هذه. لماذا أنزل الله هذه الآيات؟ مجرد أن نقرأها ونحفظها؟ لا، لنفهمها ونتدبرها ونطبقها في حياتنا العملية اليومية. فعندما قال لي الله سبح اسم ربك الأعلى، هناك ملاحظة مهمة أخي الحبيب، يجب أن تتخيل أن الله يخاطبك، لأن القرآن نزل لي ولك. صحيح هو نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، والآية هنا تخاطب النبي، ولكن هذا القرآن أساسا منزل لنا والنبي مبلغ. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن هو صاحب الوحي، ولكن المقصود النبي أولا وكل مؤمن والناس جميعا. إذن أنت مقصود بهذه السورة وكل آيات القرآن أنت مقصود بها. عندما يقول الله سبح اسم ربك الأعلى، يجب أن تستحضر عظمة الخالق، أن الله يأمرني. تصور مديرك في العمل أو شخص مسؤول كبير أو شخص صاحب مكانة كبيرة وأنت محتاج له ويأمرك بفعل، ألا تفعله؟ طيب، الله عز وجل يقول لك سبح. لذلك هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقف، يعني كان يتوقف عند آيات العذاب فيستعيذ بالله من النار، عند آيات الجنة وآيات الفضل يسأل الله عن فضله.
كان يتفاعل مع القرآن. فلذلك نحن اليوم فقدنا هذا التفاعل، نريد أن نعود لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يندمج مع القرآن لدرجة أن صدره له أزيز مثل المرجل، كأنه يغلي بذكر الله، مفعم بالحيوية والنشاط والتفاعل، تفاعل قوي جدا. لذلك أخي الحبيب، عندما تستحضر عظمة الخالق وتتخيل أن الله قريب منك، لا تتخيل بل هو قريب، الله هو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويقول أيضا وهو معكم أينما كنتم. الله قريب منا جميعا أيها الأحبة، قريب بقدرته وعلمه ورحمته وحفظه وستره وكل شيء. المهم، عندما تتخيل أن الله يخاطبك ويقول لك سبح اسم ربك الأعلى، يجب أن تستحضر الأعلى سبحانه وتعالى. وبما أن الله عز وجل أعلى من كل شيء، يجب أن تنسى همومك وتنسى مشاكلك وتستصغر هذه الدنيا كلها أمام عظمة الله. وهذه أول خطوة لامتلاك الذاكرة القوية. ما الذي يميز الأذكياء؟ هي خدعة بسيطة، أنه يستطيع أن يعزل تفكيره عن الضوضاء الخارجية، عن المشاكل المحيطة به، ويركز على أمر معين فيتذكر. الشخص العادي تجد كثير من الأحداث والمشاكل والأمور من حوله كلها يفكر فيها بنفس الوقت، وبالتالي تضطرب الذاكرة ويفقد التركيز تماما، مثل ضوء الليزر. ضوء الليزر هو عبارة عن ضوء عادي مثل أشعة الشمس، ضوء عادي، ولكن له ميزة واحدة، أنه مركز. ضوء الشمس مبعثر هكذا مشتت، ضوء الليزر مركز في نقطة معينة. فلذلك هناك أسلحة ليزرية، شعاع الليزر يمكن أن يحرق، يمكن أن تقطع به الألماس والفولاذ، يعني مدمر يصبح. وبالتالي أنت عندما تركز الذاكرة وتريد أن تنشط ذاكرتك وتركز في نقاط معينة، بخاصة رجال الأعمال، الطلاب، من لديه مشاكل زوجية يريد أن يركز في نقطة معينة ليعالجها، لأن يعني يتوقف مستقبله على ذلك، يحتاج لأن يعزل ذاكرته ودماغه عن المشاكل الخارجية، يركز في مشكلة واحدة، في مسألة واحدة، في معلومة واحدة. بالنسبة لي من يحب أن يحفظ أو يتذكر. طيب، هنا عندما تستحضر عظمة الله أنت انفصلت عن الواقع، وهذا أمر ضروري. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تقول سبحان الله، الله خلقني بصورة سوية. انظر إلى الكائنات الحية، القرود مثلا، الوحوش، أي مخلوق تجد أنه سبحان الله يعني لا يمكن مقارنته بالإنسان. الإنسان خلق في أحسن تقويم، في أجمل صورة. طيب، والذي قدر فهدى، طيب يا رب أنا بحاجة للهداية، بحاجة أن تهديني لأنني سأمر بامتحان بعد أيام، أنا بحاجة أن تهديني لاتخاذ قرار أن أجد عملا مثلا، أهتدي لعمل. طيب، إنسان مريض، يا رب أنا بحاجة أن أهتدي للشفاء. يعني وأنت تقرأ هذه الآية أخي الحبيب، والذي قدر فهذا، يجب أن تضع مشكلتك بين يدي الله عز وجل. إذا كنت تعاني من مرض، من مشكلة في بيتك، من ضيق في الرزق، من مشكلة في العمل، مشكلة اقتصادية، مشاكل الدنيا كثيرة، تعاني من ظلم إنسان لك، زوجة تعاني من ظلم زوجها، يا رب
اهدني، أنت الذي قدرت وهديت، فاهدني لحل هذه المشكلة ولا تكلني لغيرك. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو هذه النباتات، من الذي أخرجها؟ هو الله. يعني بذور وغبار طلع وأشياء منتشرة في التراب، الله يهيئ لها أسباب الرزق. يعني هذه النبتة، هذه الشجرة، الغابات كيف تنمو؟ يعني هل هناك من يزرع الغابات؟ لا، هي تنمو بتقدير من الله الذي قدر فهدى. يسخر المطر، يسخر كل الأسباب لإنشاء هذا النبات، ثم يسخر أسباب أخرى لجعله غثاء أحوى، ينطمر لونه أسود وينطمر في التراب، وبعد ملايين السنين يتحول إلى نفط وغاز وكذا، يتخمر وإلى آخره. فهذه العملية أخي الحبيب المنظمة جدا، من الذي يديرها؟ هو الله. طيب هذا الإله العظيم قادر أن يحل مشكلتي، أن يهديني لحل مشكلتي، أن يهديني لطريق الرزق، أن يهديني لأصبر أكثر على هذا المرض أو على هذا الظلم. فإذا أخي الحبيب هنا يجب أن تتخيل أنه لا توجد آية عبثا، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هنا تأتي الآية المهمة التي يعني أنا أنصح أن تكررها كثيرا، سنقرئك فلا تنسى، ثلاث كلمات، سنقرئك فلا تنسى، تكررها وتتذكر أن الله عز وجل الذي أنزل القرآن 6236 آية على قلب النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن وأتقن حفظه وتلاوته وفهمه وتدبره والعمل به، وكل ذلك بفضل الله. طيب هذا الإله الذي يعني وهب حبيبه هذه القدرة على الحفظ، قادر أن يهبني قدرة على الحفظ وعدم النسيان؟ سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. بمجرد أن تدرك أن الله يعلم ما أخفي في نفسي، ويعلم الجهر، ما أجهر به، ما أبوح به. طيب هذه الآية عظيمة أيضا، يجب أن أتفكر فيها. يعني كل واحد منا له عيوب، وكل واحد منا يخفي هذه العيوب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب إنسان لديه علاقات خاصة مثلا، طيب هذه العلاقات حقيقة هو يخفيها، علاقات مع نساء، أي شيء، أخطاء معينة، هذه الأخطاء عندما تتراكم في الدماغ تعطل الذاكرة. يعني مثلا مشاهدة الأفلام الإباحية، النظر للنساء الفاتنات إلى آخره، كل هذا يعطل الذاكرة، لأنه يضرب منطقة هنا، منطقة الناصية مهمة في التذكر، هذه المنطقة مسؤولة عن الخطأ، ما هي الذاكرة الصحيحة ألا تخطئ، فمركز الخطأ هنا. ومشاهدة هذه الإباحيات وهذه المناظر تدمر جزءا مهما من منطقة الناصية اللي خلف الدماغ، هذه المنطقة من فيها مليارات الخلايا، هذه كلها تتفاعل بشدة، لأنها هي مركز الخطأ ومركز الكذب، ناصية كاذبة خاطئة، وهي مركز القيادة والتوجه ومركز الإبداع. فإذا أنا عندما أعلم أن الله يراني، وأعلم أن الله يعلم الجهر وما يخفى، أنا سأمتنع عن هذه الأخطاء، سأهرب من هذه الأخطاء، سأتخلص من هذه الأخطاء،
وبالتالي الذاكرة تفرغت، لأن أحد أسباب تعطيل الذاكرة كثرة العلاقات مع النساء. كثرة هذه العلاقات تشوش الدماغ أخي الحبيب، وهناك دراسات تحدثنا عنها يعني كثيرا. فهنا أنا عندما أقرأ سنقرئك فلا تنسى، أتذكر أن الله قادر أن يذكرني، إلا ما شاء الله. إذا القضية كلها بمشيئة الله. الله قادر أن ينسيني المعلومة غير الضرورية غير المهمة، وقادر أن يذكرني بالمعلومة الضرورية التي تفيدني وتنفعني في حياتي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. انظر هنا أخي الحبيب، أيضا هذه الآية أنصح بتكرارها 7 مرات، ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. إذن يا رب يسرني لما تحب وترضى، يسرني لاختيار العلم الصحيح، يسرني للعمل الصحيح، يسرني للرزق الصحيح، يسرني لحل هذه المعضلة، هذه المشكلة التي استعصت، يسرني للعلاج الصحيح. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. أيضا هذه الآية 7 مرات، فذكر إن نفعت الذكرى. إذن هنا أنا أعلم أن الله عز وجل قادر أن يذكرني، وأنا مأمور هنا أن أذكر الناس. إذن يجب أن أحفظ لكي أستطيع أن أذكر الناس. كيف سأذكر الناس بآية من القرآن وأنا لا أحفظها؟ فهذا يعطيني دافع للحفظ، لأن الذي يأمرني هو الله. للأسف كثير من الناس يحفظ القرآن لمجرد أن يقال هو حافظ، هو لا يحفظ القرآن للتدبر والتفكر ولتغيير حياته بالكامل. الله عز وجل ماذا يقول في هذه الآية؟ هذه الآية لو لم أكن أحفظها كيف سأبلغها لكم أحبتي في الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما هو الهدف؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنا لولا حفظي لهذه الآية لا أستطيع أن أبلغكم إياها الآن، سأحتاج أن أفتح المصحف وأبحث وسيأخذ بعض الوقت. وبالتالي أخي الحبيب، حفظك للقرآن أحد أسباب قوة الذاكرة. أنا تجربتي الشخصية أنني قبل أن أحفظ القرآن كانت ذاكرتي حقيقة عادية جدا مثل أي شخص. كنت أحيانا إذا أحضرت كتابا لأقرأه أقرأه أستوعب 10% 20%، بخاصة الكتب العلمية التي تتعلق بعلم الذرة وغير ذلك، كانت شغف لي هذه الكتب. فكنت أقرأ الكتاب أحيانا 3-4 مرات حتى أحصل على 30% أو 40% من الفهم. الشيء الذي حصل معي، طبعا هذه تجربة شخصية يعني، أنني بعد أن حفظت القرآن ولكن بأسلوب التدبر وليس أسلوب التكرار ومجرد أنني أريد أن أحفظ، لا، أسلوب أن تتدبر وتفهم، بعد ذلك أصبحت أفتح أي كتاب مهما كان، كتاب طبي، كتاب تاريخي، كتاب في القانون، كتاب في علوم الذرة، في الفيزياء، في أي مجال، سبحان الله أصبحت أستوعب من الوهلة الأولى. وفي مرحلة لاحقة يعني أصبحت بمجرد تقليب صفحات الكتاب أفهم فكرة الكتاب بسرعة. وبالتالي هذا ساعدني في أبحاث الإعجاز العلمي التي يعني من فضل الله يستفيد منها الكثير. إذن أخي الحبيب، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله يعلم كل شيء. إذن أنا سأمتنع عن ما يغضب الله، كل عمل يغضب الله أبتعد عنه، وبالتالي فرغت دماغي فقط لذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أصبح لدي مساحة كبيرة في الدماغ من أجل حل المشاكل،
من أجل معلومات تتعلق بالدراسة، معلومات تتعلق للتفوق في العمل، معلومات من أجل اتخاذ قرار أفضل في حياتي. أصبح لديك مساحة كبيرة، هذه المساحة أنت كنت تشغلها بكثير من الأخطاء وكثير من العيوب، أنت تخلصت منها لأنك تعلم أن الله يعلم الجهر وما يخفى. وأن ييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، والعياذ بالله. هنا القضية لم تعد قضية حفظ ولا تذكر، أصبحت قضية مصير، إما جنة أو نار. يعني أنا حفظ القرآن ليس مجرد مكافأة أو حب ظهور أو لا، هنا القضية جنة أو نار. كل من لا يتذكر هذا القرآن ولا يفرغ حياته للقرآن سيندم كثيرا، صدقوني أيها الأحبة. لا تظن أنه مطلوب منك أن تحفظ 3 آيات فقط وأنك نجوت، لا، هذا القرآن منزل إليك لتتدبره، ليتدبروا آياتي، وليس ليحفظوا 3 آيات من دون فهم. إذن ويتجنبها الأشقى، يتجنب هذا التذكر إنسان أشقى. ما هي مواصفاته؟ الذي يصلى النار الكبرى والعياذ بالله، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بالفعل في النار لا توجد حياة ولا يوجد موت، وهذا أصعب شيء. يعني لا يقضى عليهم ولا يموتون ولا يذوق فيها الحياة، فعذاب. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هنا قد أفلح من تزكى. التزكي، كل الأعمال الصالحة تزكيك أخي الحبيب، على رأسها حسن الخلق. للأسف نحن فقدنا روح القرآن، جوهر القرآن، وتمسكنا بالقشور، بالمظاهر، يعني بالمظهر، بالكلام هذا الجميل، بالسلوك، تطبيق مثلا بعض السنن التي تتعلق بالشكل وليس بالجوهر للأسف. ونسينا أن الدين ليس قشور. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. انظر، بعد كل هذه الآيات ذكرت الصلاة، نحن عكسنا الآية. الصلاة الهدف منها أن تزيد، أن تزداد في حسن الخلق. اليوم تجد شخص يصلي وفي الصف الأول ثم يخرج فيؤذي هذا ويغضب من هذا وربما يأكل مال هذا. ما قيمة هذه الصلاة؟ ولا شيء صدقوني، وليس لها أي قيمة عند الله، لأن الله ينظر إلى قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى صورتك وأنت واقف للصلاة، ينظر ماذا في قلبك. إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت تؤثر الدنيا على الآخرة، تفضل الدنيا على الآخرة، تجعل الدنيا كل اهتماماتك فيها وتنسى الآخرة، مع العلم أن كل آيات القرآن تذم الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا. كل 115 مرة ذكرت الدنيا في القرآن، و115 مرة ذكرت الآخرة في القرآن، نفس العدد، توازن. إذن القرآن يقول لك اعمل توازن بين الدنيا والآخرة، لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة، ولا تجعل الآخرة تنسيك واجباتك في الدنيا. إذن هناك توازن. وبالتالي أنا كإنسان يعني منطقي وعلمي، أنا أعمل للأبقى والآخرة خير وأبقى، لا أعمل للدنيا الفانية، ماذا سأستفيد منها؟ سأموت. إذن أنا سأعمل لما بعد الموت، للقاء الله وللآخرة. إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون. ما معنى تؤثرون؟ أي تفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، أي أنك تضع كل اهتماماتك في الدنيا فقط، تبني و طيب تسأل شخص
هل يعني حفظت شيئا من القرآن؟ والله ليس لدي وقت. يقول ليس لدي وقت. طيب معقول أنت تضع كل اهتمامك في دنيا فانية ستغادرها بأي لحظة؟ والله لا يستطيع أي إنسان أن يتنبأ بدقيقة واحدة ماذا سيحدث بعد دقيقة، قد يموت ولا يحقق هذا الأمر. إذن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدقوني أيها الأحبة، اهتمامكم بالآخرة سيقوي ذاكرتكم، وأنا هذه كلها تجربة شخصية. أنا عندما أهتم بالآخرة وأعلم أن هناك موت، طب أنا لماذا أهتم بهذه المشكلة؟ فلان أكل مالي، طيب سأضيع وقتي معه وأنسى الآخرة، أنسى الكنوز في الجنة من أجل دراهم معدودة؟ أصلا يعني هكذا أنا سأتركها. في كل الحالات سأترك كل شيء وسأغادر. إذن أنا فرغت دماغي من كثير من الهموم، من المشاكل، من الأفكار، من المشاريع، من الأشياء المستقبلية، من المخاوف. فرغت دماغي من المخاوف. لماذا؟ لأنني سأموت في أي لحظة. إذن ماذا سأستفيد من هذا الخوف؟ ولا شيء. أصبح قلبي مطمئنا عندما أفكر بالآخرة، فرغت دماغي من هموم الدنيا. إذن أصبح لدي مساحات كبيرة فارغة في الدماغ أستطيع أن أخزن فيها المعلومات وأسترجعها من دون أن تشوش علي مشاكل الدنيا. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن هنا أخي الحبيب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذن هذه القواعد موجودة منذ سيدنا إبراهيم، بل ومنذ سيدنا آدم. كل الأنبياء ساروا على نفس المنهج، كلهم ذكروا الله، كلهم اتبعوا نفس القواعد للوصول لمرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن أخي الحبيب، بكلمة مختصرة، أرجو أن تحرص على قراءة هذه السورة العظيمة، سبح اسم ربك الأعلى، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قراءتها في صلاة الصبح بخاصة، صلاة الفجر. إذن اقرأها كل يوم، تدبر معانيها، كرر بعض الآيات 7 مرات المهمة التي تدعوك للتذكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا الذاكرة القوية التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.